الحلويات وفي مقدمها الحلقوم، فضلا عن الأسماك المملحة والمدخنة، تمثل أطباقا رئيسية على موائد الغزاويين في عيد الفطر المبارك، ويمثل إعدادها وتجهيزها طقسا جميلا بالنسبة إلى كثيرين. الحلقوم وجبة أساسية لكل بيت غزي أو بيت شامي بالأحرى، بيكون في متواجد في كل عيد فطر. تخرج الناس من شهر رمضان المبارك محتاجة سكريات، محتاجة طاقة. هذه الوجبة أساسية للتعويض. بنعمل الحلقوم بتاع الكعك، بنعمل الحلقوم بالمكسرات، بنعمل الحلقوم بالمستكة. عندنا اليوم العام هذا دخلنا أصناف جديدة، دخلنا حلقوم اللوتس، دخلنا حلقوم القشطة. إن شاء الله بينعاد عليهم عيد الفطر السعيد بأفضل حال، وبتكون بلادنا تحررت، وبنيجي لمواسم أفضل من المواسم اللي بنتعرض لها خلال فترة الحرب. الفسيخ وجبة دائمة على مائدة الإفطار أول يوم العيد، عادة متوارثة وبدت من مصر، بدت في رفح، خان يونس، بدت تدخل على غزة. سمكة الرنجة بدت تنتشر أكثر من قبل لأنه فيها نسبة زيوت مفيدة للصحة وفيها بوتاسيوم وكالسيوم. إقبال كبير، سبحان الله، فرحة. الناس بيعتبروا الرنجة يعني هي بداية يوم من أيام العيد. إحنا هنا بنصنع خطوة من خطوات أجواء العيد، يعني هنا أهم خطوة في خطوات أجواء العيد. أحمد غانم، غزة، الميادين.